رحمه الله وغفر له، ابن سيرين، توفي عام 110 وكان مؤدبا لأولاد الحجاج، وكان يسمع لعن الإمام علي ولا يخرج من المسجد. فلما تولى سليمان ابن عبد الملك وأمر بلعن الحجاج على المنابر، كان ابن سيرين يشمئز ويخرج من المسجد ويقول ما لهم ولأبي محمد. ابن سيرين واضح أنه رجل سلطة، وهو أول من قال، طبعا هو والحسن البصري، الحسن أصلح حالا منه، الإمام الحسن البصري كان مقاوما وناهيا عن المنكر وآمرا بالمعروف وضعيف، يعني لأنه مولى والموالي لم يكونوا بهذه، ما يستطيعون بهذه القوة أن يبرزوا وأن يفعلوا كما فعل التوابون أو كما فعل أصحاب الحسين وغيرهم. ولذلك سمرة بن جندب عندما يقتل هؤلاء، ليسوا الحرورية، هذه كلمة الحرورية هي تغطية، هي تغطية لقتل محبي أهل البيت في العراق، وليس لأنه لو اجتمع من الحرورية 8000 لأزالوا بني أمية من العراق كله، لأن معروف أن الخوارج كانوا أصحاب صدق وأصحاب شجاعة وأصحاب حروب، فلو اجتمع منهم 8000 ما استطاع لا زياد ولا غيره أن يبقى في العراق، كان شبيب الخارجي وقطري بن الفجاء وأمثالهم والأزارقة بعشرات فقط يرهبون السلطان، فكيف لو اجتمع 8000؟ فكيف ب70000؟ وإنما يأخذهم سمرة على غرة، يأخذهم هكذا، يأخذ هذا وحده وهذا وحده ويأمر، كما في أنساب الأشراف بسند صحيح عن أبي المعلى الجنابي عن أبيه، طبعا قال البلادري حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن أبي المعلى الجنابي عن أبيه قال، انظر إلى هذه الرواية، يقول كنت